في مستشفى باتين احنا وصلتنا اليوم اصابه واحده نتيجه العمليه اللي تمت في بلده جبع، واصابتها طفيفه الحمد لله وتلقوا العلاج اللازم. بشكل عام المستشفى جاهز على غرفه الاستعداد لاستقبال حالات الاصابات بحكم الوضع المتأزم في مدينه جنين من حيث تكرار العمليات العسكريه والمداهمات التي تحدث بشكل دوري. نعم، ذكرت دكتور توفيق أن الإصابة طفيفة، أين كيف كانت هذه الإصابة وكيف تعاملتم معها؟ وأيضا نتحدث عن جهوزية مستشفيات محافظة جنين دائما لمتابعة هذه الطوارئ وهذه الأحداث وهذه الانتهاكات بحق أبناء شعبنا من قبل الاحتلال. هي كانت شظايا في الأطراف السفلية، الوضع كان مستقل. بشكل عام المستشفيات سواء مستشفى ابن سينا أو باقي المستشفيات في المحافظة هي على عهدة الاستعداد بحوالي 24 ساعة لاستقبال أي حالات ناتجة عن الإصابات من قوات الاحتلال، خصوصا المراحل خلال منذ بداية العام عدة عمليات عسكرية نتج عنها عدة شهداء، نتج عنها عدة إصابات. أكبرها كان الحدث اللي كان في بلدة كفردان، بالإضافة إلى كان قبل يوم الخميس في قضاطية. بشكل الإصابات التي حدثت اليوم نحن في مستشفى ابن سينا كان هنا لدينا شهيد ناتج عن العملية العسكرية اللي كانت في 2 شهر يوم بلدة كفردان. الطواقم دائما تكون مستعدة لأي طارئ. الهدف من هذا هو إيجاد بيئة صحية مناسبة لاستقبال الجرحى ومعالجتهم قدر الإمكان ضمن الإمكانيات المتوفرة. جهودكم مشكورة دكتور توفيق، وشكرا على كل هذه الإيضاحات، ونحن نتابع وإياكم مشاهدينا ونعود مباشرة إلى الزميل محمود سمودي المتواجد في المشفى والمتابع لترتيبات تشييع جثامين الشهداء. إليك مجددا محمود.